السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الأعزاء، طلبة المرحلة الأولى قسم التربية الخاصة، محدثتكم ست بلسم. هذا الكورس إن شاء الله راح نكون معا في أخذ مادة الحاسبات، بس حنطيكم فكرة شوية بسيطة عن المادة. هذا الكورس إن شاء الله راح تأخذون جزئين من مادة الحاسبات. أول جزء هو أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية، والجزء الثاني راح تاخذون برنامج الوورد، برنامج طباعة الوورد. راح بالبداية ناخذ أول محاضرتين، يعني إلى محاضرتين الأولى تقريبا راح نتحدث بس على أساسيات الحاسوب. يعني شنو أساسيات الحاسوب؟ يعني شنو هو الحاسوب؟ من شنو يتكون؟ شنو هي الأجزاء الداخلية؟ شنو هي مكونات الخارجية؟ شنو هي وظيفته؟ وشلون نقدر نشغل الحاسبة؟ وشلون نطفيها؟ ما هي مكونات النافذة؟ لما تنفتح لنا الديسكتوب يحتوي على شنو؟ تفاصيل أكيد أنتوا أغلبكم تعرفوها، بس مجرد للإعادة وللتكرار المعلومات في سبيل أنه إحنا نتذكر إن شاء الله. بعدها بإذن الله راح نبدي ننطلق ناخذ برنامج الوورد. راح أنزل لكم ويا هاي المحاضرة ملف فيديوي اللي هو هذا هسه أنتم تسمعوه، زائد ملف PDF. هذا الملف عبارة عن نص ورقي، هذا تقدر أنت تسحب المحاضرة نفس الحديث اللي راح نحكي، بس يكون على شكل نص ورقي تسحبه من أي مكتبة عندكم بالمنطقة، أو إذا أنتم تحبون تحتفظون به بالموبايل وظلون تقرون هذا الشيء راجع لكم. تحبون تجيبون دفتر ملاحظات تسجلون الملاحظات، أيضا أنا أفضل أنه أنتم تسجلون وياي. حنأشر على الأشياء المهمة، على المواضيع المهمة اللي ممكن تجي بالامتحان، صح وخطأ، فراغات، واللي راح تكون مجرد للمعرفة أو لإعطاء معلومات، فهذه واحد بس اللي أأكد لكم عليه إن شاء الله هذا تحفظه. شغلة ثانية عيني طلاب، أنا عندي بالنسبة إلي أهم شيء الحضور، يعني أنت كل محاضرة راح تدخلي بيها على كلاس روم لازم تسجل حضور من خلال نموذج راح أنزله ويا كل محاضرة، أخليه لك مجال مفتوح خلال وقت المحاضرة. بعدها راح أغلق الاستمارة، يعني ما راح أستلم حضور، وحتى لو تكتب ليها بالتعليقات ما راح أسجلها. تريد تضمن حقك سجل اسمك بالاستمارة، عدا الاستمارة أنا بالنسبة لي ما أحسب الحضور، لأن الاستمارة تنملي بها المعلومات بشكل جداول يضمن حقك وحقي نفس الوقت تسهل عملنا. زين، الشغلة الثانية اللي حابة أأكد عليك بها إنه رجاء التعليقات الخاصة والكلام الغير منطقي رجاء ما يذكر داخل الصف، وإلا راح أقوم بإزالة الشخص اللي يتصرف بهالشكل. عندكم أيضا إنه لازم تدخلوا لي بأسماءكم الحقيقية، يعني لا حد يدخل لي بأسماء مستعارة، واللي يدخل لي بأسماء مستعارة راح يعني أصفي الأسماء وأستبعد الأسماء اللي تكون مو واضحة. فهذا تنبيه لكم باعتبار أنا ما يعني ما مقابلتكم، هاي أول لقاء لي وياكم إلكتروني طبعا، فأفضل أنه أنتوا واحد ينبه الثاني. أرجو الإسراع بالالتحاق بالصف الإلكتروني، لأن كل ما راح نمشي بالمادة راح تبدي المعلومات تصير صعبة وغير واضحة بالنسبة للي ما يتواصلون ويانا. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المحاضرة الأولى تتحدث عن الحاسب الآلي ومكوناته. يعني شنو الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي هو أكيد هو الحاسب مر بمراحل متعددة إلى أن وصل للمرحلة اللي هسه احنا نشوفها، من صغر حجمه والشرائح الخزن اللي دي يستخدمها اللي هي تخزن آلاف أو مئات أو ما أعرف يعني شقد نقدر نقول من الكيلو بايتات، بحيث أنه إحنا هذا الجهاز الصغير نقدر
نلقي بيه ملفات كبيرة الحجم. طبعا ساعدنا هذا الحاسب انه عملنا في الحياه، خصوصا مجالات الحياه المختلفه. هنعرفه هو اي اله الكترونيه تقوم بعالجه البيانات وتخزينها واسترجاعها واجراء العمليات الحسابيه والمنطقيه بناء على طلب المستخدم. يجيك تعريف عرف الحاسب الالي. تمام، ما هي مميزات الحاسب الالي؟ بتقول اول شيء ان القدره انه يخزن المعلومات واسترجاعها باي وقت نحتاجه. ثاني شيء أنه هي إمكانية تنسيق النصوص والخطابات وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية. زين، إذن الحاسب الآلي بجانب مدخلات، بجانب آخر اللي هو الداخلة معالجة، والجانب الثالث وهو المخرجات. إذن الحاسب الآلي يتكون من 3 مراحل. أول مرحلة مدخلات، ثاني مرحلة معالجة، ثالث مرحلة مخرجات. مكونات الحاسب تنقسم إلى نوعين، أكو مكونات مادية وأكو مكونات برمجية. المكونات المادية عبارة عن القطع والملحقات الملموسة اللي يتكون منها جهاز الحاسب، راح نجي هسه بشرحها بالتفصيل. مكونات برمجية يعني مكونات ما ملموسة تكون داخل الجهاز، اللي هي تخص نظام التشغيل والبرامجيات. تمام، مكونات الحاسب المادية، احنا راح نتحدث اليوم فقط عن مكونات الحاسب المادية اللي هي هذه اللي احنا الغاية إلها انه نتعرف على الحاسبة من كل نواحيها. نجي على اول مكوناتها اللي هو وحدات الادخال، وثاني مكون اللي هو وحدات الاخراج، ثالثا اللي هي وحدات المعالجة المركزية، والرابعة راح تكون وحدة الذاكرة، والخامسة وحدة التخزين. وحدات الإدخال يعني شنو إدخال؟ يعني هي الوحدات اللي تقوم بإيصال المعلومات المطلوب معالجتها داخل وحدة المعالجة بالحاسب، تقوم بتحويل تلك البيانات المدخلة إلى الحاسب إلى لغة مقروءة للحاسب نفسه. إذن ما هي وحدات الإدخال؟ تعريفها. تمام، شنو هي أنواعها؟ شوفوا ده، شوفوا هسه هاي الصورة بتقول لك هاي أنواع من أنواع وحدات الإدخال. أول نوع عندنا لوحة المفاتيح. ده شوفوا هسه انتوا هاي لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح مقسمة، بيها مفاتيح بيها أرقام، وبيها مفاتيح بيها أحرف، وبيها مفاتيح بيها أسهم. تمام، هذه الأسهم، هاي الأرقام، هاي الأحرف. تمام، واكو مفاتيح يسموها مفاتيح الوظائف، هي هذه مفاتيح الوظائف راح نتعرف عليها ان شاء الله المحاضرات الجايه، ومفاتيح التحكم. اذا يجيك سؤال، ما هو تعريف لوحه المفاتيح؟ تستخدم لوحه المفاتيح في ادخال البيانات الحرفيه والرقميه وتنفيذ الاوامر. هاي الحرفيه، العفو، هنا اكو خطا مطبعي، الحرفيه والرقميه وتنفيذ الاوامر، وهي من وحدات الإدخال، من وحدات الإدخال. تمام، عندنا ثاني جهاز هو الفأرة، الفأرة أو الماوس، الفأرة أو الماوس اللي هو جهاز صغير بحجم قبضة اليد يتم توصيله عبر سلك أو بدون سلك، ويعتبر من أجهزة التأشير. هسه راح ننتقل إلى المكون الآخر اللي هو الماسح الضوئي، يعني شنو؟ سكانر، جهاز السكانر اللي يأخذ سكانر للصور، السكانر يأخذ أي معلومات، ممكن تكون نصوص، ممكن تكون صور. تمام، جهاز السكانر أيضا يعتبر. عندنا عصا التحكم اللي هي موجودة بالإكس بوكس وبالبلاي، وبعد أنتوا أعرف باقي الأمور اللي تستخدم بيها عصا التحكم باعتبار أنه أنتوا خبراء باللعب. الشاشة الحساسة لللمس عندنا خامسا. تمام، ممكن من خلالها أنه نقوم بإدخال المعلومات. أيضا عندنا القلم الضوئي يستخدم لإدخال وتوقيع الشخص إلى الحاسب، أكيد مجالات الحياة المختلفة. عندنا سابعا الميكروفون اللي هو يسجل الصوت، اللي ممكن احنا ندخله
أو لإعطاء تعليمات معينة خاصة، تمام، لأصحاب يعني القدرات الخاصة مثلا. ثامنا عندنا الكاميرا الرقمية، تستخدم أيضا، يجيك تعريف الكاميرا الرقمية. طبعا الجزء اللي هسه دا تقرأ أنت وياي إذا بي تعريف بسيط هذا حفظ، سواء مثلا لوحة المفاتيح، الفأرة، هذه الكاميرا الرقمية، يعني هذني حفظ حفظ. يجيك سؤال بالامتحان، عرف الكاميرا الرقمية، وماذا نقصد بالكاميرا الرقمية؟ تقول وهي إحدى مكونات الحاسوب المادية من وحدات الإدخال، تستخدم لإدخال البيانات المرئية سواء كانت ثابتة كالصور أو متحركة كالفيديو، تمام؟ نجي على القلم الضوئي. القلم الضوئي أيضا يتم بخزن المعلومات، وحالة حال الفلاش ممكن نقول، تمام؟ تمام. ثانيا عندنا وحدات الإخراج. تقوم وحدات الإخراج بشنو؟ بالسماح للبيانات بالظهور من خلالها حسب طريقة الظهور التي صممت لأجلها. من هي وحدات الإخراج؟ أكيد راح نبدي بأول وحدة، هي وحدة العرض البصري اللي هي الشاشة. أكيد إحنا الشاشة اللي دي يتم أنا يعني بالنسبة إلي دا أعرض المادة ودا أسجلها هي عن طريق الشاشة، تمام؟ فقط أول وحدة. ثاني شيء عندنا عرض الفيديو واللوحة الذكية اللي هو يسمى بالداتا شو، اللي هو ممكن إنه يعرض المحاضرة أو أي نص أو أي فيديو على الشاشة، عرض على لوحة خاصة يعرض لنا المعلومات، وباستخدام المؤشر خاص ممكن إنه تكون المعلومات واضحة على اللوحة. عندنا ثالثا هي الطابعة، تستخدم إخراج المعلومات على ورق بأشكال مختلفة. وهذه هي أنواع الطابعات اللي أمامكم تشوفوها، هي طابعة. يجيك سؤال بالامتحان، عرف الطابعة، وهي إحدى أدوات الإخراج للمكونات المادية للحاسوب، تستخدم إخراج المعلومات على الورق بأشكال مختلفة. من أنواعها، يعني انطيني على الأقل 3 أنواع، احفظ 3 أنواع للطابعة. عندك طابعة الليزر، طابعة نفاثة الحفر، طابعة حرارية الراسمات، طابعة نقطية، تمام؟ أنت احفظ لي بس 3، ركز على 3، يجيك بالفراغات أو بالصح والخطأ، احفظهم. Welcome, 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 welcome. عندك السماعة، دشوف. السماعة هي تطلع لنا الصوت اللي هي عن طريقها نقدر نسمع المحادثات، أو نقدر نسمع تسجيل صوتي، أو يعني أي شيء نقدر نسمعه من السماعة. عندنا الجانب الثالث من المكونات المادية، عندنا وحدات التخزين. وحدات التخزين يعني وحدات تخزين لحفظ البيانات بصورة دائمة، وذلك بناء على طلب المستخدم لنقل البيانات من الذاكرة العشوائية لوحدة التخزين المعنية، ولا يتم حذفها إلا بناء على طلبه. يعني منو على طلب منو؟ على طلب المستخدم. طبعا أنه ممكن استرجاعها في وقت آخر، ولا تتأثر هذه الوحدات بانقطاع التيار الكهربائي عنها. هذه أنواعها، لشوفون شنو هي أنواع وحدة التخزين. عندنا أول نوع هو القرص الصلب، ثانيا القرص المرن، ثالثا القرص المدمج الضوئي، تمام، عندنا قرص الدي في دي، وعندنا آخر شيء هو القرص الدي في دي. عندنا ثالث وحدة نتحدث عنها هي وحدة المعالجة المركزية. وصلنا هسه ثالثا، وحدة المعالجة المركزية CPU، اللي هي مسؤولة عن كافة العمليات الحسابية والمنطقية وإدارة المعالجة. يعني هي شكو معالجة داخل الحاسبة هي تقوم بها وحدة المعالجة المركزية من اسمها. زين، يجيك سؤال بالامتحان، عرف وحدة المعالجة المركزية. زين، شنو هي وظائفها؟ حتقول أول شيء استقبال الأوامر من وحدات الإدخال ومعالجتها، ومن ثم إخراجها لوحدة الإخراج أو تخزينها. ثانيا إجراء العمليات الحسابية والمنطقية بسرعة ودقة فائقتين. ثالثا التعرف على وحدات الوصول في جهاز الحاسب عند بدء التشغيل للتأكد من سلامة أجزاء الحاسب كافة.
تمام. عندنا رابعاً، وصلنا هسه رابعاً، وحدة الذاكرة. طبعاً الذاكرة داخل الحاسبة تنقسم نوعين، أكو يسموها ذاكرة الوصول العشوائي، أكو يسموها ذاكرة القراءة فقط. إذا الذاكرة تقوم بالاحتفاظ بالبيانات والأوامر اللي يحتاجها المعالج عند إجراء العمليات المختلفة وإرسالها عند الطلب. زين، هسه راح نحكي بشكل مفصل نوعاً ما عن ذاكرة الوصول العشوائي الرام والروم. ذاكرة الوصول العشوائي الرام، طبعاً هي من اسمها رام، يعني هذه الذاكرة تقوم بالاحتفاظ بالبيانات الخاصة بعمليات تنفيذ أوامر نظام التشغيل، إضافة اللي هي البيانات الموجودة في الذاكرة بناء على حاجة البرمجيات المنفذة، وتنفذ هذه الذاكرة بياناتها. يعني هذه الذاكرة انه هي تفقد كل معلوماتها بمجرد انه هو التيار الكهربائي ينقطع عنها، لذلك يتم تخزين البيانات دائما وين؟ في وحدات التخزين الخارجية قبل الخروج من النظام واغلاق الجهاز. زين، عندنا ذاكرة القراءة فقط اللي هي الروم، اللي هي هاي الذاكرة تحتفظ بالأوامر والبيانات الأساسية الخاصة بعمليات بدء التشغيل، مثل معلومات وحدات الإدخال والإخراج ومعلومات الشركة. طبعا ما تفقد هذه الذاكرة بياناتها عند انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز. يجيك سؤال بالامتحان، عرف، قلت لك الرام أو عرف الروم أو ما هي وحدات الذاكرة. ممكن تقول الرام شنو هي والروم شنو هي، تعرفين. لكن يجيك سؤال 100% اللي هو اسمه مقارنة ما بين الرام والروم. قلنا شنو هي وجه المقارنة ما بيناتهن. هنا عندك جدول يقول لك انه هي ذاكرة تسمح الرام، ذاكرة الوصول العشوائي، شبيهة انه هي ذاكرة تسمح بالقراءة والكتابة عليها، تستخدم كذاكرة رئيسية للمعالج لكي يحفظ فيها البيانات التي يعمل عليها الآن، يمكن الكتابة عليها تكون سريعة. عكس ذاكرة الروم اللي هي ذاكرة القراءة فقط، تشبيه ذاكرة تخزن فيها البيانات من مصنعها. يعني هذه الذاكرة ما تقدر أنت تتلاعب بيها، لا تقدر تكتب عليها ولا تقدر تمسح من عندها. طبعا لا تستخدم كذاكرة رئيسية أنه هي تحفظ البيانات مباشرة، لا يمكن الكتابة عليها وتكون سرعتها بطيئة. إلى هنا تحدثنا احنا سابقا عن وحدات التخزين، كان اكو تقديم وتأخير اللي هي خامسا وحدات التخزين، وقلناهن وحدات التخزين تحدثنا عنهن القرص الصلب والمرن والقرص المدمج والقرص الديبي. الى هنا طلاب الاعزاء تنتهي المحاضرة، وان شاء الله الي لقاء وياكم باذن الله يوم الخميس اللي بعد هذا اليوم إن شاء الله إذا الله كتب لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.